السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحة وبافضل حال. النهاردة هنتكلم عن افضل مدرسين على اليوتيوب لطلاب اولى ثانوي وثالثة اعدادي. المدرسين اللي بتشرح لاولى ثانوي هي برضو اللي بتشرح لثالثة اعدادي، تمام كده؟ يبقى فيديو النهاردة هيبقى عن افضل مدرسين لطلاب اولى ثانوي وطلاب ثالثة اعدادي وبرضو طلاب تانية ثانوي. نصيحة بس مهمة قبل ما ابدأ الفيديو، اي مدرس انا هتكلم عنه هتلاقوني سايب لينك القناة بتاعته تحت في الديسكريبشن بوكس او في اول كومنت، تقدروا تنزلوا وتدوسوا عليها وتخشوا على القناة على طول. وبس كده، يلا بينا نبدأ. هنبدأ نقسم الفيديو على 3 أجزاء، جزء خاص بالمواد العلمية وجزء خاص بالمواد الأدبية وجزء خاص باللغات. هنبدأ معانا بأول جزء وهو الجزء العلمي. هنبدأ بأول مادة وهي مادة الكيمياء. طبعا هنخش على قناة علمني الكيمياء على طول، دي أفضل قناة بتشرح كيمياء. هنيجي لتاني مادة وهي مادة الفيزياء، طبعا مستر لا غنى عنه، مستر حسام خليل، وكل الناس اتفقت على ان شرحه في الفيزياء حاجة بصراحة رائعة فوق الرائع كمان، فمستر حسام خليل افضل حد تذاكروا معاه فيزياء. نيجي لتالت مادة وهي الاحياء، مستر محمد صالح في الموسوعة، ده بص بيقلب لك الدرس كده فكاهي، بيقعد يهزر ويضحك وحاجة بصراحة كويس جدا. وكمان في حد تاني وهو مستر محمد ايمن او دكتور محمد ايمن، كويس جدا برضو، بس محمد ايمن انا برشحه افضل في المراجعات، هو بينزل مراجعات كويسة، انما كشرح مستر محمد صالح اكيد افضل. هنيجي الرابع مادة وهي الرياضة، مقهى الرياضيات، دي افضل قناة بتشرح مع لطفي زهران، حقيقي ده مدرس عظيم جدا، بيشرح الرياضة كويس جدا في كل الفروع. وهنيجي بعد كده للمواد الادبية، هنبتدي باول مادة معانا وهي الجغرافيا، والمدرس اللي انا برشحه والقناة اللي انا برشحها قناة السلطان، صراحة المدرس اللي عليها بيشرح الجغرافيا بطريقة كويسة جدا وطريقة سلسة. نيجي بعد كده لتاني مادة في الادب وهي التاريخ، بصراحة المدرس اللي بيشرح المادة دي مدرس عظيم جدا، اسمه مستر عطا شحتو، صراحة المدرس ده بيحل كويس جدا، والحاجة اللي بيحلها هي اللي بتيجي في الامتحان، فهو كويس جدا ان انتوا تتابعوه. نيجي بعد كده لتالت مادة وهي الفلسفة مع مستر محمود عبد الكريم، حقيقي شرحه فوق الممتاز. وفي كمان محمود عرفة في قناة هنذاكر اونلاين. اما بالنسبة للغات فهنبدأ بالانجليزي معانا، هناخده مع مستر محمد الدين ومستر محمود حبيب، دول افضل مدرسين بيشرحوا الانجليزي على اليوتيوب. اما بالنسبة للعربي ففي مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق، دول يعتبروا افضل 2 بيشرحوا عربي على يوتيوب في النحو وفي الحل وفي كل حاجة. بس كده، ده كان فيديو بسيط عن خلاصة تجربتي في اولى ثانوي. لو حابين انزل لكم فيديوهات اكتر ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات. وبس كده، سلام.